يقول ابن الجنوبي: يا قلم سجل سجل للزبيدي أجمل التسجيل، بنصف الليل قم يا هاجسي رسل على أبو القاسم، ارسل لي بلا تكسيل وفصل كل شي يا هاجسي، فصل أشرح كيف بن قاسم وبالتفصيل، شمل عدة صفات سميتها الشامل، في الطيبة وفي الأخلاق له تفضيل، وأما في التواضع حبها الجاهل، صفي القلب طاهر مثل ما ألقي رجل حكمة، رجل شاجع رجل مذهل، حمل مشروع أنا قدير بالتحميل، أبو قاسم صنع تاريخ بالجرمل، وكم عانى من أهل الكيد والتطبيل، وظلى في الجبل يسكن وسامعقل، وكم أيام عاناها وعانى الليل، وفي وادي الأزارق سالوا جنتل ودرب فيه، كم منه بطل جنتيل، ودق الحوثي اللي قال بتوقل على أرض الجنوب الحر بالتجهيل، ودعاده قبي ضبعان بيسأل كيف الشغل ليلة تشقل التشقيل، معك يا عيد روس الشعب متوكل، وفي الساحة قد أعطالك التوكيل، فوضناك قلنا دي تباها فعل، لأن الشعب واثق إنما بتميل عدن، وبينش به النوب دي يزقل، ولودر والعواذل يزقلوا تزقيل، وأيضا لحق والظالع بتتفاعل، صبيحي يافعي ما يهمه التأويل، وشبوه يشبيه النار دي تشعل، عوالقها وقود النار للتشعيل، وأيضا حضر موت السين هي الفاصل، وهي دي لي أمل فيها على التفصيل، والمهرة بها كم من فرس أحجل، وكم فارس على فرسانها والخيل، سقط راه الجزيرة دي بها نأمل، والعالم بها يطمح وكل الجيل، من المهرة إلى المندب قوى كامل بجنبك يا بطل، والشعب مثل السيل، نواصل حربنا يا قايدي واصل، نرجع حقنا ونرجع البرميل، فما ينفع تفاوضنا مع المحتل، ولا لي شرف فاوض أبو جبريل، أنا طالب بحقي ليس بالباطل، أنا أبغى دولتي تأتي بلا تأجيل، نراها قادمة والشعب متفائل حقيقة قادمة، مش وهم أو تخييل، والمحتل لازم مننا يرحل، فأرضي ليس قابل منهم زنبيل، تحية للأسير اللي سجن باطل بسجن الاحتلاليين ذاق الويل، تحية للشهيد اللي دمه سايل على درب الشهيد، اقسمت ما باحيل، وصلوا على النبي اعداد ما رتل، باجمل صوت يقروا اجمل الترتيل، صلاة الله تغشى الهادي الاجمل، حبيب اللي حما بيته من اهل الفيل، عليه افضل الصلاة والسلام.